طرحت موضوعات في غاية الأهمية. ما ينفعش أي لقاء بكم يبقى خالي من كل اللي اتقال ده. الحقيقة أنا هبدأ بقضية الضرائب والقيمة المضافة ومشاكلها ومشكلات المحامين بشكل عام. الأول، أنا فهمي وأعتقد ده فهمكم أيضا إن المحامي الناس بتلجأ له علشان يساعدها في حل مشاكلها أو للدفاع عنهم، يعني لما حد يجي له ربط ضريبي غلط أو يجي له إجراء ضريبي حجز ضريبي خطأ أو متجاوز يروح للمحامي، المحامي بيعمل إجراءات قانونية. من حق المواطن العادي إنه يصرخ ويصرخ، لكن مش مقبول من المحامي إنه في التفصيلات الصغيرة اللي هو أصلاً مفروض إنه يكون مبادر بأدائها بيدور على حد يساعده. إحنا قضية الضرائب دي إحنا عملنا فيها كلام مشهود، كلام مشهود. الأول هبدأ بالسهل، الضريبة اللي بتحتجز عند المنبع، تخصم عند المنبع. تذكروا حضراتكم كان صدر قرار من وزير المالية بزيادة الفئات، وتذكروا أيضا قبل أن تنقضي الأجازة اللي تلت القرار كنا في اليوم التالي بنعدل القرار الوزاري. حد يساعدك بقى ليه معك. في اليوم التالي تم تعديل القرار وتم تعديل نسب التحصيل، وبقت أيضا نسب تقريبا رمزية بتخصم من المحامي لحساب المحامي، يعني مش بتضيع على المحامي، مش رسم، إنما هو في النهاية رصيده في هذه المصروفات بيخصم مما هو مستحق عليه من ضرائب. دي فيها صعوبة، ناس لغاية دلوقتي في محامين لغاية دلوقتي ملبوخة فيها، مسألة واضحة، خصم تحت الحساب. الكلام حوالين إن إحنا عايزين الضرائب كلها تتخصم من المنبع، ده كلام سابق لأوانه. الآن ما تقريبا حتى الآن في صعوبة شديدة في النقطة، وإحنا حاولنا في أكثر من مرة إن إحنا نصل إلى ده، لكن نجحنا في إن إحنا نوصل في ده في ضريبة القيمة المضافة. ضريبة القيمة المضافة تذكروا برضو للمحامين الكبار إنه لما صدر القانون مفروض كان تصدر لائحة تنفيذية، تدخلنا عن طريق مجلس النواب، تم تأخير إصدار اللائحة التنفيذية للقانون ونفاذه حوالي 6 شهور أو 7 شهور بسبب نقابة المحامين، بسبب جدلنا إحنا على هذا القانون. وما زلنا حتى الآن إحنا مش عايزين القانون، لكن مش عايزينه بالطرق القانونية إحنا طعنين، والآن إحنا في المحكمة الدستورية من حيث نفاذ القانون. من حيث نفاذ القانون احنا طعنين امام المحكمة الدستورية علشان نلغيه بالكامل جملة وتفصيلا، الى ان يقضى بالكامل، الى ان يقضى بطلباتنا. احنا ابرمنا عدة اتفاقيات، عملنا 2 بروتوكول. بروتوكول سرى في السنة الاولى لاصدار القانون وانتهى وحط فئات محددة كاملة القيمة، يعني عند المنبع بقيمة مقطوعة 10 و20 و30 أعتقد القيمة اللي كانت، أو 20 40 60، خلاص دون النظر لقيمة النزاع ودون النظر لقيمة الأتعاب، لأن القانون بيقول 10% من الأتعاب، من كامل الأتعاب بكامل دخلك. إحنا قصرناها في إنها تبت 20 40 60، ما عدا النقط تحت الحساب، ما عدا النقط تحت الحساب. انتهت السنة وما حصلش تجديد للبروتوكول، فضلنا في حيرة لأنه مصلحة الضرائب اشتغلت علينا، تعالوا سجلوا، لا ما تسجلوش، لازم كل شهر، احنا هنبلغ، احنا هنروح، احنا هنيجي. ولما غلبوا بعتوا جوابات للمحامين قالوا احنا سجلناكم، احنا سجل. في محامين راحت وسجلت،
واغلب المحامين وانا منهم ما رحتش، لكن بعتوا لي جواب قالوا احنا سجلناه. زي ما بعتوا جوابات لكل المحامين احنا سجلناه. ليه سجلونا؟ لانه اصلا احنا مسجلين في ملفاتنا الضريبيه. احنا عندنا ملف ضريبه الدخل. ضريبه الدخل فيها العنوان وفيها البيانات، الوش الثاني يبقى قيمه مضافه. ايه الصعوبه في دي؟ واحنا حتى قلت الكلام ده لوزير الماليه، ايه صعوبه انك مصر في القيمه المضافه، موظفين القيمه المضافه، في انهم يفتحوا ملف ثاني؟ ما انت عندك ملف، وعندك الملف فيه كل حساباتي، وملف فيه كل دخلي، وملف فيه عنواني، وملف فيه بياناتي. انت محتاج تعمل بيانات ثانيه ليه؟ فعملنا بروتوكول ثاني علشان ما عرفناش في البروتوكول الاول نسدد الفلوس فين. يعني الفلوس المقطوعه اللي احنا حددناها في البروتوكول ال20 وال40 وال60 ما كنتوش بتدفعوها، ما كانش حد بيدفعها. ليه؟ لانه لا المحكمه بتاخدها ولا احنا مخصصين موظفين عشان ياخدوها، فكان لازم نبحث عن حل. فتم الاتفاق على بروتوكول ثلاثي مع وزير العدل ووزير الماليه ومعايا، في انه المحامي عند سداد رسوم الدعوه يدفع قيمه القيمه المضافه. خلصنا. ايه الصعوبه في دي؟ مفيش صعوبه. انت خايف من ايه؟ مفيش خوف. جمله قضيه التسجيل، انا قلت لحضراتكم ما تخافوش، مفيش تسجيل، مفيش جريمه. انتوا طب مش بقى لنا سنتين شغالين اهو او اكتر؟ في حد فيكم تقدم لانه ما عملش تسجيل او ما قدمش اقرار شهري؟ مفيش حد في مصر تقدمت المحاكمه؟ لا جالي، جالك وجالي، ده موضوع. لا لا اقعد، لا لو سمحت، بس لو سمحت اقعد. هتبقى انا بقول لك ولا واحد قدم للمحاكمه. انت لو سمحت، انا سؤالي انا قلت لك من الاول كده ما حدش يروح. اتنين، ما حد ما تروح، ما تردش عليه. يا سيد الفاضل برضه ما تردش عليه. وبقول لك مش هتتحاكم، ما حدش يتحاكم. انت بالعافيه عايز تتحاكم؟ انا بقول لك ما فيش حد في مصر يتحاكم، وما فيش حد حصلت مع الواقعه دي الا انت مطلقا كده. ديك قاعد في ظرف مفاجئ، ولا واحد من الحضور دول حصل معاهم اللي حصل معاك. ممنوع يا سيد الفاضل، ممنوع. لو سمحت انت، انا بقول لك هرجع تاني للمقوله اللي قلتها في الاول. انا بقول لك انا مديك بروتوكول، وانت محامي دافع عن نفسك. ما تلبخنيش. لا 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 لا، دافع عن نفسك. بروتوكول سنه ولا ما فيش يا استاذ؟ بقول لك انا مديك بروتوكول موقعه وزير الماليه، ومديك بروتوكول موزعه وزير العدل. انت اللي خلفه هو المسؤول عنه. انت كمحامي دافع عن نفسك، انما كل ما يجي لك مامور ضرائب، فين نقيب المحامين؟ هاتوا مجلس نقابه المحامين. انت عايز وراك نقيب المحامين يمشي، ما حدش حاسبه، ما حدش يجي ناحيته، ما حدش ما يروحلوش، ما حدش يبعت له انذار. ما ينفعش. انت معاك، انا مديك معطيات قانونيه ومديك اسانيد قانونيه تواجه بيها الامر. انا بقول لك اهو، حتى الان ما فيش حد قدم للمحاكمه لانه ما قدمش اقرار. ما فيش حد قدم للمحاكمه لانه ما عملش ال 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 الاقرار الشهري ده، ولا سجل نفسه بارادته في المكان حتى الان. ده اخر تعديلات صدرت منه، اخر بيان صدر منهم، قالوا احنا مش عايزين اللي بيسدد البيان كده، اللي بيسدد الضريبه من المنبع مش ملزم انه يقدم اقرار عنها، لانها سددت وسلمت. انما انت ملزم انك تقدم اقرار عن ايه؟ عن الاعمال اللي انت عملتها او اجرتها بره الدعوه. يعني ايه؟ انت خدت قضيه مع شركه من الشركات الكبيره، مضوك على استلام شيك بقيمه الاتعاب، ماشي. الاتعاب ده يعني بيتخصم منه ضريبه الدخل او جزء من ضريبه الدخل، فلازم تخطر عنه، وضريبه القيمه المضافه ولازم تخطر عنها زي اي ضريبه اخرى. ايه الصعوبه في هذا الامر؟ انا مش سعيد باني اشعر انه في محامي مش عارف يواجه المشكله، لانه ده مش كويس حقنا. احنا نقدر نواجه، انتوا تقدروا تواجهوا. انا بقول لك منزل هذه القرارات على صفحات وموقع نقابه المحامين، هذه البروتوكولات على صفحات نقابه المحامين. لما يجي موظف البروتوكول يقول انا مش محترف في كلام وزير الماليه، اطرده بره المكتب، ما تدخلوش. لما يقول لك كلام وزير الماليه ده مش صح، قول له اتفضل اطلع بره. فاصله ونقطه، مش فاصله بس.
اوه اتفضلوا حد يشرح له حد يشرح له يا بيت علاء يا بيت. اذا قرار السنه احنا يا اخوانا في اشكاليه انتم يا استاذ لحظه بس لحظه مش كده مش ممكن نبقى مستغرقين في المشكلات بحد التفاصيل الى هذا الحد احنا كده هنستهلك يعني النقابه العامه مش ملزمه انها تشوف حاله كل واحد على حده وتخصص حد يتابع كل حاله على حده وكل ملف على حده ده بالظبط زي باقي المشكلات والعلاقات اللي موجوده بينك وبين كل الجهات اللي بيتكلم على علاقات المحامين بالقضاء وبالنيابه وبغيره وبالشرطه 90% من المشاكل اللي كنا بنعاني منها كانت احنا ما لا نحسن اداره الازمه لا نحسن ال اداره المعركه احنا بنخش في معارك وهميه بنخش في معارك مش بتاعتنا انا مش بتاعت انا انزل للحجز عشان اجيب اكل لحد من المحجوزين ولا اسلم المتهم دواء ولا اجيب له سندوتشات ولا اتخانق عشان اجيب له سندوتشات مع الضابط انا كده بنزل درجتين من مستوى المحامي انت عند اول ملاحظه تراها لا تناسب قدرك وخيمتك كمحامي ترجع وتكتب مذكره ترجع وتكتب بلاغ انما انت لا تقدر بقوات لا انت معك قوات ولا النقابه هتوفر لك قوات علشان تتخانق جوه الاسم ولا حتى مع اي حد حتى مع النيابه اذا اخطا في شكوى تتقدم ضد وكيل النيابه للمحامي العام في محامي عام اول في نائب عام في تفتيش يا اخوانا حجم المساءلات مؤلم انت هقول لكم سر القاضي اللي حكم عليا في قضيه التعليم المفتوح كان قاضي في بلبيس وخد موقف ضد حد من المحامين اظن ولا محاميه المحامين احتجت اتصلوا بيا قلت امتنعوا عن الحضور اكتبوا لي مذكره خدنا مذكره اخطرنا التفتيش خد جزء فضل مختزن الجزء ده لكن الجزء ده اثر عليه وهياثر عليه في مستقبله فاحنا نقدر ناخد حقنا لو احسننا التعامل بس بالتنسيق مش بالصراخ ما هو برضه ما يصحش ان احنا ننقل المعركه للفيس ونصعب علينا الحلول يعني واحد اتخانق مع ضابط او اتخانق مع قاضي او اتخانق مع وكيل نيابه او اتخانق مع جاره ينزل الصور ان المحامي مات المحامي هيموت فهو محاماه يلا نجتمع فين النقابه وما نحلش الموضوع الافضل ان احنا نشوف فين النقابه الفرعيه فين النقيب الفرعي فين العضو المختص فين الاجراء القانوني اللي اتخذ ازاي اتخذ مفيش تطلع تدخل النقابه العامه معاك في المسؤوليه تخطرها بالاجراء طبعا في كثير جدا من الاخطاء حدثت باللحظه حدثت ومع ذلك خد حقنا ونصه بيدوروا علينا عشان نتنازل كان في محاميه من القاهره في العمريه اظن كان في محاميه في القاهره كانت في العمريه ضابط مباحث اساء التعامل معاه تعمل مذكره تعمل برج العرب يعني ايه الفرق يعني فرق يا متر انا يا استاذه حاضر هكمل ومع ذلك لما كتبنا المذكره الضابط اتنقل واتشال من المباحث ودوروا على المحاميه معلش معلومه الضابط كان رئيس المباحث قاعد يتحايل فيها اكتر من رئيس المباحث برج العرب دي كارثه عندي في اسكندريه من اسبوع اللي هو ايه؟ اتعاب المحاميه محكمه الاستئناف في اسكندريه بتحصلها لصالح محافظه اسكندريه والدليل اهو ايصال سداد استاذ صلاح الجايح جابولي صورته بالكاميرا المعلقه دي كارثه بتحصل عندنا اتعاب المحاميه بتحصل لصالح محافظه محكمه الاستئناف طب ايه الدليل على اعراف اسكندريه كده؟ يا فندم ايه الدليل كده على اعراف ايه الدليل؟ محافظه الاسكندريه الكلام ده انكار رئيس محافظة الاسكندرية ماشي لا تبع الحالة لا تبع القضية نفسها شوف المبلغ راح فين شوف راح فين مش ما تاخدش الورقة لا ما تنهيكش الدنيا عن الفرق إذا لا خلاص يا أستاذ يا أخوانا المقاطعة مش هتخلينا أعرف أكمل كلامي لو سمحت خلاص أنا سمعت ومحدش قاطعني احنا مش مطالبين بان احنا نقعد
نفتح الفيس وصفحات التواصل الاجتماعي علشان نكشف إساءتنا للآخرين. بالضبط زي الحادثة اللي اتنقلت في صلاتي، قال لك في محامية والمحامية من المنيا وفي محكمة المنيا وكانت لابسة لبس غير لائق والقاضي حبسها والمحامين فضلت تشير، المحامين فضلت تشير. هذا الأمر يا أخوانا يحمل الإساءة مزدوجة لنا، الواقعة غير صحيحة، لا الواقعة في محكمة المنيا ولا الواقعة مع محامية من المنيا ولا حدث ده أصلا. وعشان كده أنا طلعت قرار بالتحقيق، حقق للشؤون القانونية، انزل حقق الواقعة اللي كما نشرت، حقق فيها وقول لي ايه الموضوع. في ربع ساعة كان عندنا نتيجة انه لا ما فيش حاجة، الموضوع ما حصلش كده خالص. الموضوع كان مع بنت في جامعة، يعني طالبة جامعية في بنها، موضوع شوف من المنيا لبنها، من محامية لطالبة جامعية كانت موجودة في القاعة وبتحضر منتحلة صفة محامي، فالقاضي تحفظ عليها. ده صح، قرار صح، لكن التصور الأول مسيء لنا، مسيء لنا انه ان احنا نشير انه في محاميه كانت لابسه لبس غير لائق، ان احنا نشيره عشان الناس تسمع وتقرا حتى لو ده حصل، رغم انه ما حصلش، انما حتى لو ده حصل ما ينفعش نشيره. ان احنا نشير انه القاضي بالمخالفه للقانون قدر يحتجزها ويحط الكلبشه في ايديها. طب ما دي في حقنا مش كويسه، ما دي في حقنا مش كويسه ومسيئه لنا وبيسئ لنا كلنا. ايه لازمه ان احنا ننشر ده؟ ليه؟ الا اذا كنا لا نقصد حل المشكله، لا نقصد الدفاع عن أنفسنا، لا نقصد تشهير اللعب ودغدغة مشاعر المحامين بدوافع انتخابية. أنا لا أبرئ الدفع الانتخابي من وراء تشهير مثل هذه الأحداث، لما ده مش معناه إن إحنا هنسكت على الزي ولا على لبس المحامين والمحاميات، مش المحاميات بس، المحامين والمحاميات. ما ينفعش يا أخوانا، ما ينفعش إطلاقا محامي يحضر حتى لو لابس روب وتحته جنس، ما ينفعش، لابس كوتشي او ده مع محاميه برضه لابسه جينز وكوتشي، برضه ده مش لائق لا بالمحامي ولا بالمحاميه. ما ينفعش، هذا يسيء لكم ويقلل من شانكم ويقلل من مكانتكم ومن قيمتكم ومن قدركم. المحاماه اكبر من كده، اللي مش فاهم ان المحاماه اكبر من كده ما يقعدش معانا، مش محامي، مش عايزينه. احنا عايزين المحامين تحافظ على نفسها علشان تحافظ على الهيئه المنتميه اليه. اي اساءه في اي مكان لأي محامية إساءة لنا كلنا. هي الحادثة دي تفرق تحصل في المنيا أو في اسكندرية أو في بنها؟ ما تفرقش، الإساءة مرتدة إلينا جميعا، لأن الموضوع مش موضوع جغرافي، مش موضوع إقليمي، لأنه ما حصلش في اسكندرية إنما حصل مثلا في محافظة تانية يبقى ما فيش حاجة. لا، في المصيبة هي والكارثة هي والخطأ هو. إذن إحنا بنبحث عن تشير الفضائح المصطنعة المختلقة اللي ملهاش أي معنى، لا هي فضيحة ولا هو حصل ولا في وقعة ولا في إشكالية ولا في وحدة ولا في محكمة ولا في احتجاز ولا في ليه كل ده يتحط في يختزل ونفضل نشير بوستات ورا بعض ونعمل لايكات وكأن الموضوع. أنتوا ناسيين إن الفضاء ده مفتوح لكل الناس، كل الناس بتطلع عليه، مش أنتوا بس، كل الناس بتطلع عليه. إذن ما إحنا ده إحنا أهلنا للتحقيق، إحنا أهلنا، ما هونش إحنا مش جهة تقطع التشهير، لكن في النهاية أمر مسيء ولازم ننبه المحامين إنه ده غلط. الاستخدام الانتخابي للأحداث استخدام لا يتناسب مع قيمة المحامين. يعني آخر استخدام ابننا اللي من السويس اللي قالوا إنه في محامي من السويس مش قادر يدفع الاشتراك وحصل له وهو نزل من المحكمة وقع على ظهره فاتكسر، فالمحامي النقابة مش عايز تقف معاه وعايز تسيبه يموت. واحد يقول لك ان لله وانا اليه راجعون. قلنا طب ترياسوا، طب افهم الموضوع ايه؟ المحامي ده قيد او سبق له ان قيد، وانا بقول عشان ما الكلام يبقى دقيق، سبق قيده في 2008 تأيد ابتدائي في 2011، قعد من 2011 ل 16 ما يدفعش، اتشطب. فعمل اعاده قيد في 16، منذ اعاده قيده في 16 حتى الان لم يجدد قيده، يبقى محسوب عليه ازاي؟ اثنين اللي حدث في المحكمه، لا مش في المحكمه، دوالي في الرجل، دوالي في الأقدام، في رجله، دوالي في الأوردة والشرايين والحاجات دي، والعياذ بالله مرض، ربنا ابتلاه بمرض. لكن في النهاية إذا كان عايز يشتغل في المحاماة، ما في محامين على مقاعد متحركة، في محامين بعكاز، وفي محامين لا تبصر، يعني أصابها العمى وتمارس المحاماة. إذا
الإعاقة ما تمنعش الممارسة الفعلية للي عايز يشتغل في المحاماة. إنما رقابة المحامين مش معمولة علشان أي حد يروح عامل كارنيه ينام في بيتهم وإحنا نفضل نصرف عليه. ده كلام مش مرخص بيه. أنا ما أقدرش أصرف على حد مش مقيد في نقابة المحامين قيداً صحيحاً ولا له حق عليه من أموال المحامين. اللي سخنان يدفع من جيبه، اللي عمل نفسه شهم أو هو شهم يدفع لزميله أو لأخوه أو لأي حاجة لأي سبب يساهم معه. إنما عايز تساهم بفلوس المحامين؟ طب ما هو إحنا لو إحنا هنصرف 100,000، أنت مساهمتك في 100,000 جنيه أو أقل من جنيه. طب الباقي 100,000 مين يلزم مين بانه يدفعها؟ انا ما اقدرش، انا غير مرخص لي ان انا اصرف من اموال المحامين الا الصرف الصحيح المطابق للقانون. مساله الانسانيه نساهم فيها بقى بشكل انساني وبشكل شخصي. نقف نعمل له علاج على نفقه الدوله، نعمل له عايز يكمل يكمل، عايز يطلع معاش مبكر يطلع معاش مبكر بالطريق القانوني. يعني الامر لازم يضبط. انما ايد واحتسب السنوات اللي ما دفعتش من 2011 لغايه النهارده انها اعمال محاماه واحسب له عليها معاشات واحسب له عليها وعالجه كمان بعد ده كله واصرف عليه، لانه خلاص مش هيقدر ما بيتحركش كما يقولون ما بيتحركش، اقعد اصرف عليه طول حياته. مين قال ان المحاماه كده؟ مين قال ان نقابه المحامين ده دورها؟ حرام، لانه في غيركم، في غيرهم موجودين من المحامين يحتاجوا الى دعم ومسانده النقابه على سبيل الزق، على سبيل المسانده. زي الأستاذة اللي اتكلمت عن حريق المكتب، محتاجة حد يزق معاها يساعد معاها شوية. إنما برضو أنا مش مهمتي إن أنا أجيب لها مكتب مكان المكتب. إنما كان نقابة أساهم معاها، أقف معاها في محنتها، ساعدها بإجراء قانوني بإجراء مادي يدعمها، ماشي. ده الفهم للعمل النقابي. غير كده نبقى إحنا بنضيع وقت بعض وبنهلك بعض. الحساب الانتخابي ولازم نحط نقطة من النهاردة لغاية آخر السنة. كل الكلام هيبقى اللي على الفيس كله كلام انتخابات بحثاً عن منظرة. وأي حد والسباق بقى إيه اللي بينتشر أكتر؟ إيه اللي بيقول حاجة وحشة، يعني بيقول خبر سيء كل الناس إنما خبر كويس ما حدش بينشر على حاجة للأسف الشديد، ولا حتى اللايك بتتعمل. إذن إحنا ضحايا تمرير قيم مش بتاعتنا، مش هي دي قيم المحاماة ولا قيم المحامين ولا دور المحاماة ولا دور المحامين. احنا كمان محتاجين جهدنا ده يتركز في حاجة تانية، يتركز في مسألة الكلام حوالين المراجع القانونية. طب ما ده كلام مهم، بس هو كلام ناقص في المعلومة. هو عندك موقع في نقابة المحامين في كل المراجع القانونية بتاعتك اللي انت عايزها موجودة، لو حابب تطبعها لو حابب تقراها، لو حابب تشوفها. لكن ده ما يمنعش ان احنا كنقابات فرعية ندور على مساهمات مع المكتبات المختصة، بس نجيب كتب حقيقية، نجيب مؤلفات من أساتذة حقيقيين. لكن للأسف الشديد في ظاهرة من سنوات أنه الناشر بيسترخص المؤلف والمصنف، فيجيب مصنف رخيص ما فيهوش جهد كبير ويطبعه طباعة فاخرة ويعمل التخفيض من 100 جنيه لعشرين جنيه والناس تبقى مبسوطة وسعيدة. بس في المحتوى مش هو ده المحتوى اللي احنا عايزين نوصل له حبيبي، مش هو ده. احنا عايزين كلام صحيح. فلازم نركز ده في معهد المحاماة. لازم دور المكتبة يبقى بارز. وفي نفس الوقت اقول لكم انه احنا تعاقدنا مع المعهد القومي للإذاعة والتلفزيون لتدريب المحامين على الإلقاء وعلى كتابة السيناريوهات، سيناريو المذكرة يعني ترتيبها، وعلى اللغة الحركية، بحيث انه يتعلم المحامي ازاي يترافع، ازاي يتكلم، ازاي يعلي صوته، ازاي يخفض صوته، ازاي يتكلم في التوقيت المناسب، ازاي يقف في التوقيت المناسب. دي مهارات فنية قائم عليها معهد متخصص احنا هنجيبه لجميع معاهد المحاماة هنمررها على حضراتكم، علشان ابنائنا المحامين اللي جادين واللي عايزين يشتغلوا في المحاماة اشتغل حقيقي يبقوا موجودين. لان انا عايز المحامي محامي، انا مش عايز المحامي نص ونص، انا مش عايز المحامي وخلاص وشكل. لا، المحامي مش شكل بس، المحامي شكل ومضمون. علينا ان احنا نساعد ابنائنا بقدر ما نستطيع، بقدر ما نستطيع. الحقيقه عن خدمات النقابه الاخرى،
احنا اخوانا ما عندناش ما فيش لا نقابة مهنية تسبقنا ولا نقابة المحامين قبل ذلك سبقتنا فيما وصلنا اليه من قيم. احنا ضعفنا المعاشات لغايه ما بقت 2000 جنيه بتزيد 5% كل سنه، كل سنه اسف 5% كل سنه. الحد الاقصى للمعاش الدفعه الواحده 100,000 جنيه كما هو. رفعنا كل المعاشات القديمه، رفعناها من 30 ل 40% القديمه، وبتزيد كل سنه 5% مع باقي الزيادات اللي موجوده. ده امر غير مسبوق، احنا ما عملناش بيه سباق، ما شفناهوش قبل كده، وما كانش يدخل في اختصاصنا لولا ان احنا خدنا قرار من الجمعيه العموميه بتفويض مجلس النقابه في انه اي مدخرات يمكن انها تضخ في هذا الاتجاه نضخها في هذا الاتجاه. العلاج اللي احنا اللي حضراتكم بتتكلموا عنه النهارده، سقف العلاج للكانسر يصل الى 50,000 جنيه، القلب المفتوح 50,000 جنيه، زراعه الكبد 150,000 جنيه، زراعه الكلى 50,000 جنيه، الدعامات 30,000 جنيه. اذا احنا نقلنا نقله تانية خالص، عندنا الموارد اللي احنا قدرنا نوفرها خصصناها للمحامين المشتغلين عشان يستفيدوا اكبر قدر ممكن من الاستفاده. دي ارقام غير مسبوقه. احنا العلاج زاد بنسبه 100% وما زال المحامي بيدفع 150 جنيه برضه في السنه، بما فيها كل الادويه والاسنان وكل الفئات اللي موجوده داخل هذا الرقم ال 50,000 جنيه، دخلوا كل هذه الزيادات اللي احنا قدمناها. مين قال انه دي زياده غير ملموسه؟ احنا ممكن بس لا نجيد الدعايه لما نقدم للناس، احنا ما بنعرفش نسوق او نروج لما وصلنا اليه من انجاز. لما يبقى النهارده حجم الودائع الفائض النقدي اللي موجود في البنوك النهارده 604 مليون جنيه النهارده، واحنا عندنا خطه انها تصل الى رقم المليار على نهايه السنه، ده كلام غير مسبوق. احنا كنا صفر قبل كده، كنا صفر، ما كانش فيه ولا مليم. النهارده قدرنا نعيد توظيف اموالنا وايضا ترشيد انفاقنا بقدر الامكان لغايه ما وصلنا الى الحدود اللي موجوده دي. ما تهتش مننا مصلحه المحامين، لان احنا مدركين انه في زيادات قادمه اكبر، في التزامات قادمه اعلى احنا محتاجين نقدمها للمحامين، لانه احنا في مرحله معركه التنقيه اللي احنا خضناها، انا بسميها معركه تحرير نقابه المحامين كانت محتله. كان مين اللي محتلها؟ مين المحتل؟ المحتل الغاصب ده اللي مش مشتغل وقدر ياخد الكارنيه ويخش وياخد الجنسيه وقعد معاك وسطك وسطنا، لا بيشتغل ولا بيضخ موارد ولا بيدفع تعب محاماه ولا دمه محاماه، هم ال 100 جنيه او ال 150 جنيه في كل سنه وخلاص، يرميهم لنقابه المحامين وياخد العلاج اللي هو عايزه وياخد المعاش اللي هو عايزه، ولو عمل خناقه في السكه يقول انا محامي ونتخانق له معاه فنقف معاه في الخناقه. ده احتلال، ده احتلال، فلوسكم كانت رايحه. النهارده احنا لغايه النهارده ما وصلش رقم 100,000 محامي مشتغل، طبعا بالاضافه لو احنا يعني اضفنا القطاع العام حوالي 10,000، تحت التدريب حوالي 25,000. دي ارقام المحامين بعد ما كنا مسجلين في 2015 380,000 لهم حق التصويت، 380,000 اللي صوت 60، لكن اللي كانوا مقيدين في الجداول ومعاهم كرنيهات تصلح لاستخدامها كل شيء، ياخد بيها معاش وياخد بيها علاج، 380,000. لما النهارده يبقى حجم المستفيدين من العلاج ما تجاوزش ال 100,000 120,000 بالاسر والعائلات، يبقى احنا نجحنا في الوقت المناسب ان احنا نخفض عدد المحامين اللي يكونوا هم المشتغلين علشان الدخل اللي موجود يغطيهم، لانه في ارتفاع في الاسعار. وانتوا حسيتوا واحنا طلبنا من حضراتكم زياده في رسوم العلاج، في رسوم البطاقه العلاجيه ما زادتش، انما قيمه العمليات زادت، قيمه الجراحات زادت، قيمه الادويه زادت اللي بيغطيها نقابه المحامين. لو المحامين بحالهم القديم بحال 2016 او 15 هم اللي موجودين في الجداول كنا فلسنا بالقطع، كنا فلسنا، ما كانش فيه فصال في هذا الامر. يعني لما يبقى انت بتتكلم على 200,000 انت استبعدتهم من المشاركه والمزاحمه، استبعدتهم وانت مدرك انه ما فيش ولا محامي حقيقي احنا استبعدناه،
ما انتم موجودين في المحاكم، مين محامي مشتغل احنا حرمنا من الاشتغال. ما فيش، انا اتحدى حد يقول لي في اي دايره باي محكمه جزئيه في مصر انا كان في فلان الفلاني كان محامي مشتغل وانت ما قلتوش، الا لما تيجي تقول لي اصل كان في واحد عيان، اصل كان في واحد، يعني حالات على سبيل الحصر تعتبر استثناء على القاعده. لكن المحامين اللي موجودين النهارده هم المحامين اللي مشتغلين، بدليل انه موارد نقابه المحامين من دمغه المحاماه ومن اتعاب المحاماه، ما قلتش، رغم ان احنا حذفنا 250,000. معناه ايه؟ معناه ان ال 250,000 دول اصلا ما كانوش بيدفعوا حاجه، ما كانوش بيساهموا معاك. ده هم كانوا بيرموا ال 150 وال 200 جنيه في السنه وخلصنا. اذا احنا كان مضحوك علينا، كنا مخدوعين. كل حد يستغل نفس قانون يمين شمال عشان يدخل حد يخترق صفوفنا علشان ياخد فلوسنا. لا، مش هنسلم اموال المحامين الا للمحامين. دي قضيه منتهيه، واحنا مجلس نقابه المحامين بيعتبر نفسه مجلس انتحاري في هذا الموقف. احنا مش هنستسلم لحد، ولا للضغوط الانتخابيه ولا الضغوط غير الانتخابيه ولا لدغدغه المشاعر ولا الاستجابه غير ما اسهل حاجه انك تسمع اي خبر في الفيس وفلان الفلاني هتون ايده ويصدر نقيب المحامين قرار نقيب فلان علشان يعمل بالمخالفه للقانون. بس ده على حسابك، على حسابك بكره ممكن الكلام ده يعجبك دلوقتي وانت بتسمعه تقول يا سلام ده نقيب انسان، ده راجل مش عارف ايه، ده 100 100. انما القرار غلط، مش صح ان انا جامل. طب ما انا عندي جهات كثيره جدا بتحاول تمرر قيود لمحامين غير مستحقين انهم يجدد لهم، وبنقف. لا، زي ما بتحترموا ده عندكم في القضاء، احنا بنحترم شروطنا في المحاماه سواء بسواء، لانه احنا هنصل لمرحله اجاوب فيها على السؤال الاستاذه اللي قالت امتى يبقى لنا نصيب في القضاء في نسبه 25%. لما نصل الى الرقم الحقيقي للمحامين اقسم بالله هم اللي هيدوروا على المحامين عشان يخشوا القضاء، هم اللي هيدوروا. احنا بعد ما نعمل قانون المحاماه الجديد ونعمل اكاديميه مش هيدخل نقابه المحامين الا اللي خد دراسات عليا، يعني اللي هيبقى محامي مطلوب منه شروط اكبر من اللي هيبقى وكنيابه او قضاء. اذا هي دي الميزه الحقيقيه اللي هتجيبك، او مش هتبقى انت اصلا محتاج انك تبقى، الا 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 اذا كان ده موضوع اخر الا اذا كانت رغبه وخلاص. انما من حيث القيمه في محامي مشتغل ومستريح في شغله يقبل يسيب شغله ويشتغل قاضي؟ لا، مع احترامنا لوظيفه القاضي، وظيفه القاضي ده موضوع رفيع المستوى والمقام وكل حاجه، لكن ما فيش محامي مشتغل يقدر يسال. انا فاكر زمان كنا مع النائب احد النواب العموم الاسابق، يعني كان المنياوي تقريبا، وبعدين بيتكلموا على مساله نسبه 25%. على فكره عشان ده قديم، موضوع قديم، قال انا عايز اسال سؤال، انتوا تقبلوا تدخلوا القضاء دلوقتي؟ قلت لا، لانه ما احنا بنشتغل، احنا عايزين نصل الى انه المحامين كلها يبقى مطلوب منها انها تدخل القضاء وما تدخلش. ان شاء الله هنوصل الى هذا. اللي يروح طبعا، اللي عايز يبقى قاضي يبقى قاضي، ده شيء يشرفه ويشرفنا وما يزعلناش، لكن في النهايه احنا محتاجين القضاء يدخل في المحاماه ويشتغل محامين، ومحتاجين المحامين يشتغلوا قضاه، لانه ده مفيد في العلاقه، مفيد في علاقه ايجابيه. احنا ايه اللي عمل الاحتقان بيننا وبين القضاء؟ انه احنا فعلا امتنعنا عن بعض. المستشارين النهارده ما عادوش بيدخلوا المحاماه لانه بيخرجوا في سن متاخره، في مزايا ماليه ما بياخدوهاش الا اذا امتنعوا عن انهم يدخلوا نقابه المحامين، فما ندر هو اللي بيدخل نقابه، ما فيش واحد اتنين في السنه. الامر الاخر انه كمان ما فيش محامين بتدخل. كان المحامي اللي بيدخل يقعد على المنصه بينقل عدوى ثقافته بين المحامين لمن حوله في المحكمه، فكان بيخفف المساله، كان بيقرب المسافات. المحامي اللي كان مستشار ووقف في المنصه يترافع قدام المحكمه هو ايضا بينقل لزملائه المحامين حال القضاء وكيف يفكر القاضي في الامر، فتقرب المسافات. كنا بنقرب المسافات، احنا في حاجه الى ده، بس محتاجه الى هذا انه يبقى فيه التئام حقيقي، بس مبني على الكفاءه، مبني على الكفايه، مبني على ان احنا الاثنين قد بعض. لما نروح هنا، لما المحامي يروح القضاء يشرف القضاء، ولما القاضي يجي في المحاماه يشرف المحاماه. من غير كده يبقى احنا بنشحت.
احنا مش عايز مش هنشحت مواقع من حد، لكن القانون هيطبق بضبط قواعدنا والتزامنا احنا بالقانون الاول، بعد كده هنحل كل مشاكلنا المختلفه. حاضر يا اخوانا سيبوني، انا فاهم والله فاهم، انا فاهم. اذا احنا مش بندور على مناطق خلافيه علشان نصنعها، لا، احنا ماشيين في طريق التنقيه اللي احنا ماشيين فيه، وضبط جداولنا اللي احنا ماشيين فيه، وصد العدوان اللي جاي من التعليم المفتوح اللي احنا داخلين فيه، ده كله بيؤهلنا الى التكافؤ اللي احنا عايزينه، وبيحمينا ويعصمنا من ان احنا حد يجي يبقى في اي، يعني واحد تعليم مفتوح يبقى محامي، بينفع كده؟ ما مش هينفع، لان احنا مش هنقبل ده، لا، بدام التعليم المفتوح ده لا هيبقى استاذ في الجامعه ولا هيبقى قاضي، انا مش هقبله يبقى محامي، لانه فعلا مبتدا بالقانون، بالقرايه، بالكتابه، بالواقع، ما فيش تكافؤ. اللي درسوا دبلوم صناعه، دبلوم تجاره، ثم خد الليسانس في اربع جمع في الشهر، ده حرام يبقى يتساوى من حيث الحاله الذهنيه، لكن ده له دور اخر، له وظيفه اخرى في المجتمع. مش كلنا زي ما انا قلت، مش كلنا لازم نشتغل كل حاجه. انا يعني ينفع احنا نروح عايزين نشتغل طيارين مثلا، عايزين نشتغل المهندسين؟ لا، ما ينفعش. هي ده لانه دورنا، ده هي ده مكاننا. ما ينفعش اشتغل في، ما ينفعش واحد طيار ولا انا عايز ابقى قاضي الا اذا درست القضاء بما يجب ان يدرسه القاضي. ده من حقك تبقى قاضي، ما درستش ده، ما تكافأتش مع من وصل الى هذا الموقع بالكفايه العلميه اللازمه، مش مستحق لك، ومش من حقك انك تزاحم. علشان كده احنا بنقاوم، عشان كده احنا بندافع، احنا في معركة دفاع عن النفس من اجل ان نحافظ على نقابتنا. القانون الجديد القادم لنقابة المحامين هيكرس ده زي ما قلت لكم، ابتداء من اكاديمية المحاماة، مرورا بإعادة ترجمة الدستور في القانون. احنا كنا وصلنا لحالة في تعديلات 2008، المادة 49 و50 المتعلقة بعدم جواز القبض على المحامي او حبسه احتياطيا في جرائم سب والقصف والإهانة وجرائم الجلسات. تعرفين حضراتكم انه الفئة الوحيدة التي لا يقبض عليها في حالة التلبس في هذه الجرائم هي فئة المحامين، لانه ما فيش جريمة متلبس فيها حد معصوم. على فكرة بشكل عام النائب المحصن اللي عنده حصانة فيما عدا حالة التلبس، القاضي فيما عدا حالة التلبس، احنا مستثنين في التلبس لانه ده جزء في الشغل، في شغلنا من صميم عملنا. قدرنا ننقل الحماية دي امام المحكمة وامام المنصة الى جهات التحقيق والاستدلال، وده في القانون الجديد، يعني هتتمتع بذات الحماية المقررة ليك امام المحكمة، امام جهات الاستدلال، وامام جهات التحقيق بكل فروع. مش كده وبس، احنا نقلنا الحماية من اتهام الاخرين لك اثناء عملك، يعني جرى العمل، وده كان بيحصل كثيرا. المحامي يروح مع الموكل بتاعه في قضيه، في خناقه، على حيازه او على ضرب او على كسر او على اي مكان، ويجي الخصم يتهم محامي خصمه انه كان شريك خصمه في الاعتداء عليه، يتحول المحامي من محامي الى متهم، ويقول له طب اتفضل بقى اقعد جنب على جنب كده، استنى تتعرض اخر النهار. يبقى يتحول المحامي من محامي الى متهم، ضاع دور المحاماه. احنا حلينا الاشكال ده بنص بيقول انه اذا وجه الى اتهام اثناء عمله لا يجوز لا القبض عليه ولا احتجازه، انما ايه؟ تحرر المذكره تروح للمحامي العام الاول المختص علشان يرى شانه في صحه البلاغ من عدمه. احنا هنا كسبنا ايه؟ كسبنا الحمايه الوقتيه للمحامي، ان محدش يقدر ياخده ينتزعه من مكان الدفاع ومن دوره وواجباته كمحامي ويحطه في قفص الاتهام، فيضطر يدافع عن نفسه فيسيب دفاعه عن الاخرين، او التقليل من شانه عندما يتحول المحامي من محامي بيه كده الى طب اقعد على جنب بقى، اقعد على الدكه هنا، ده موضوع مهين. لما نصل الى هذا بهذا النص الى هذا المستوى، اعتقد ان احنا حققنا نقله ضخمه في حمايه المحامي في كل مواقع عمله، يعني الحصانة المهنية للمحامي، أنا أسميها الحصانة المهنية، الحصانة المهنية التي تلاحقني طول ما أنا بشتغل في المحكمة أو في النيابة أو أمام جهة الاستدلال. هي دي القيمة اللي احنا حريصين عليها،
وحريصين على تثبيتها، وده محتوى القانون الجديد للمحاماة اللي احنا داخلين فيه. ايضا ما ده موضوع اخر وشغالين فيه، يعني ما فيش خلافه خلاص. يعني ارجوكم، انا قطعت حد فيكم؟ حاضر والله، حاضر. انا عارف ان في النص اللي قاعدين مرأة، انا عارف. لا 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 سمحت، لا عشان خاطر، لا 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 متأسف، مش هسمح. احنا عندنا في الدستور نص اخر يتعلق اعتقد بند 34 35. استاذ ايمن مشغول، بيتعلق، بيقول لي النص: يبلغ كل مقبوض عليه بالتهمه اللي تسند اليه ويمكن من الاتصال، ده الدستور، باهله ومحاميه. اذا حط للمحامي قيمه دستوريه، انه من حق المتهم انه يتواصل مع محاميه، ادي واحد، ولا يبدا معه التحقيق الا بحضور محاميه، ولا يحال الى المحكمه المختصه الجنائيه الا بحضور محاميه، ولا يحاكم امام المحكمه. محكمه ايه؟ الجنايات بس؟ لا، محكمه الجنايات والجنح، يعني كل جنحه هتبقى متداوله فيها محامي، مش جنايه. ليه؟ يمكن في الجنايات احنا واخدين على انه المحامي يا اما يجيب محامي يوكله، ما يقدرش يجيبك انتداب. في الجنحه كده هتبقى كده، يا اما المتهم يجيب محامي موكل، يا اما المحكمه تنتدب له محامي. تنتدب له محامي باجر وبقيمه زي قيمه الجنايه. فيبقى احنا وصلنا هنا الى ايه؟ الى كفاله حق الدفاع وضمانها وضمانتها وتاكيدها وترسيخها، وايضا ان احنا ادينا للمحامي فرصه عمل حقيقيه في المحكمه، فرصه عمل مش متدخل فيها عوامل خارجيه، مش متدخل فيها حد على السلم، مش متدخل فيها امين شرطه، مش متدخل فيها شيء من الاشياء اللي ممكن تؤثر على قيمه المحامين وعلى قدر المحامين وعلى قامه المحامين. فاذا احنا عندنا شبكه من التواصل الخدمي للمحامين في الزاويه التشريعيه، في ضوابط القيد وقواعدها، في خدمات النقابه اللي موجوده، وايضا في ما يمكن ان تمثله النقابه من امان بالنسبه للمحامي في كل اتجاه. قبل ما انقل من موضوع القانون المحاماه، موضوع مقعد المراه ومش مقعد المراه ده مطروح، وما احناش عارفين اختيار هيصل فيه الى اي مدى، يعني الحاله البرلمانيه بما تسمع. يعني انا فاكر ان انا كنت عامل تعديل في قانون المحاماه في 2008، كنا حاطين في شروط القبول في نقابه المحامين ان يكون حاصل على دبلوم في القانون، ده كان النص اللي احنا بعتناه. لما راح مجلس النواب، مجلس الشعب في ذلك الوقت، قالوا لا احنا مش موافقين على الكلام ده، شالوا النص المتعلق بالخدوعة ولغوه. احنا حطينا اكتر من تصور للمرأة، لكن ما تبنيناش موقف محدد في اتجاه عام لموجود المرأة هتاخد 5، وبعدين انت هتاخد 25% من مقاعد البرلمان. وانا كنت في لجنة الحوار المجتمعي بتاع الدستور، وقفت بتاعت المرأة دي، أمينة المرأة، المجلس القومي للمرأة، وهي سيدة فاضلة، قالت احنا عايزين 50%، واحدة قالت 60%، واحدة قالت احنا نص المجتمع. قلت فعلا، انا قلت لواحد جنبي، يعني قلت له هم فعلا نص المجتمع وبيربوا النص الثاني، يعني مش بس، يعني طبعا المرأة هي اللي بتربي النص الثاني، يا بتربيه ام يا اخت كبيرة يا زوجة، مش كده؟ فانتم مربيين الرجاله في كل النصف الاخر، كلهم بطريقتها وكلهم بعاداتها. لكن احنا 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 عندنا كمان قانون الادارات القانونيه مجهزينه ورا المشروع الجديد ده عشان ندخل بيه عشان نضمن مزيد من حصانه او حمايه للمحامي. يعني هو مستفيد من الحصانه اللي موجوده في القانون العام، لكن احنا عايزين كمان ناكد له استقلاله عن الاداره، وايضا نحفظ له حقوق الماليه او نعظم من حقوق الماليه اللي موجوده في قانون الادارات القانونيه. اتكلم بقى على
مشكلة نادي جليم فين بنتنا اللي كبرت وشافت نادي جليم؟ بس انت قصيرة ما عمرو. احنا طبعا لا احنا حظنا سيء مع نادي جليم. يعني انا لما دخلت في ملف في نادي جليم ده دخلت فيه من 2011، وانا اقول للمرة العشرة هشرح لكم الموضوع. في 2011 لما نجحت قالوا لي في مجلس النقابة، كان معايا الأغلبية إخوان مسلمين، قالوا لي إحنا كنا عملنا المناقصة دي لتطوير نادي جليم، ورسينا المناقصة دي على الشركة سين. هادو جابوا لي الورق وكتبوا لي مذكرة ومضوا عليه. طب عايزين إيه؟ قالوا عايزين إنك تعتمد الترسية اللي تمت، صحيح، لأنه ما لحقش المجلس القديم يتحل وجريت انتخابات، فانت تكمل مش تعيد الحاضر. مضيت لتكمله بعد ما مضيت باسبوع اكتشفت انه في بوتيكات ومحلات وناس بتبيع حاجات على الشقه للمحامين. فقلت دي بتاعت مين؟ طلعت بتاعت احد المحامين او احد اعضاء النقابه في ذلك الوقت. لغيتها وفوجئت بعد كده ببلاغ في نيابه الاموال العامه، حتى الان موجود البلاغ، يتهمني ان انا رسيت العطاء على الشركه سين في تطوير نادي جليم بالمخالفه للقانون، رغم ان انا اصلا ما اشتركتش لا في الطرح ولا في الترسيل، ما كنتش نقيب. عندما اجتمعت اللجنه انا لم اكن نقيبا، انا اعتمدت ما سبق اعتماده من النقيب السابق، واتهمت حتى الان اتهام مفتوح حتى الان. فعملت ايه؟ رحت لغيته. ما أنا هدخل، أنا مش عارف هم رسوا إزاي. يعني أنا ثقتي في نقابة محترمة مش ممكن تكون رسوا غلط، وأنا مش بشكك في حد خالص، أنا بقول إن هم أكيد خدوا الإجراءات الصحيحة، لكن أنا أمام إجراء رحت لغة الترسية، قلت نعيد عرض الأمر ونجيب شركة قطاع عام. جبنا شركة المقاولين العرب عشان بس تركزوا معايا. بعد ما جبنا شركة المقاولين العرب قالوا محافظة اسكندرية عايزة مش عارف 10 مليون فلوس متأخرة. دخلنا وقفوا الاعمال، رحنا محافظه اسكندريه عملنا مفاوضات، جدولنا الفلوس، دفعنا تحت الحساب، بدانا نشتغل. قالوا قوات السواحل رفضت او اخفت العمل في النادي المره. شوف احنا بنقف ازاي بقى. زعل وقفنا لغايه ما جبنا موافقه الامانه العامه للقوات المسلحه اللي بعتت القوات لغفر السواحل انه يسمحوا لنا احنا نبني هنا. جبنا اللي بيبني مين؟ شركة المقاولين العرب دي بين قوسين قطاع عام. أنا ما دخلتش في إجراءات مناقصة عشان ما ضيعش وقت، فقلت عشان أستريح. اشتغلت، هوبا الدولار اتعاون. راحوا عاملين لنا فاتورة تانية. قالوا لا، الأسعار اختلفت والبتاع يا إخوانا قعدنا ناخد وندي ونروح ونيجي ونتحاسب وما نتحاسبش لغاية ما اتفقنا على سعر مناسب. قعدنا شركة المقاولين العرب للعمل مرة أخرى. اشتغلنا. هذه العقبات 5 مليون 16 كان 33 مليون يعني دفعت 5 مليون للمحافظه لغايه النهارده احنا اشتغلنا، لكن دي العثرات. يعني عشان بس الناس تفهم انه مش تقصير بقدر سوء حظ، يمكن حظنا معاكم في انه النادي في استكماله اتكعبل كل الكعبله دي ويتم عرقله انشاءه طوال هذه الفترات. لكن انا من 11 من 11 حتى الان انا كل الخطوات دي انا شرحتها لكم، وانا بقول الكلام ده على الهوا، يعني اللي عنده حاجه تانية يبرزها. احنا نعم احنا في مرحله، احنا تقريبا مرحلتين ولا ثلاثه يا محمد؟ المرحله الاولى المفروض هناخدها في 8. انا بقول لك المفروض، انا بقول عادي بقى، عادي يا بنتي، عادي عادلا. المرحلة المفروض انها في شهر 8. انا يعني عشان نبقى اكثر عملية بشكل لجنة من النقيب شرق واعضاء النقابة العامة الثلاثة الموجودين في اسكندرية كلجنة رباعية، انهم يروحوا لشركة المقاولين العرب ويروح الموقع ويكتبوا لنا تقرير خلال اسبوع انا هنشره على المحامين. إذا الأمر محتاج دعم من نقابة المحامين هندعم، إذا الأمر محتاج فلوس من نقابة المحامين العامة هندفع، إذا الأمر محتاج إجراء هندفع.
كده نبقى يعني نبقى عمليين. احنا مش بنمسك على بعض اخطاء، يعني احنا مش بنرمي خلال اسبوع التقرير. انا دلوقتي بقول حضرات انتوا شهود عليهم، هو من 4 قدامكم. بعد اسبوع اذا ما عملوش كده هنقطعهم. وانا معاكم. البيان اللي اتكلم فيه ابننا عن الاستاذ السيد زكي خرشت، احنا وصلتنا بيانات من النقابه. المهم الاوراق قدمت 8 يناير 2019، مش من شهر 4 اللي فات. لا اله الا الله، انا ماله مال الوفاه، انا بكلم كلام محدد. طلب قدم بتاريخ 8 يناير 2019. قبل ما يقدم الطلب لا تسال النقابه العامه عن شيء، لا تسال. انا مالي ومالك انت، اللي مفروض تسعى وتقدم الاوراق وتستوفيها ويجيبها النقابه. انا ما تجادلش، احنا مش بنجادل دلوقتي. انا بقول لك معلومه، انا بقول لك ان الورق اتقدم 8 يناير. من 8 يناير ايه اللي حصل؟ الزوجه الاستاذه ماجده خدت شيك بمبلغ 15,340، الابن محمد خد 27,050 جنيه. المعاش مدرج، الشيكات جاهزه، المعاش مدرج، الشيكات اهي، ما اقول لك بالارقام. المعاش مدرج. احنا دلوقتي احنا كنا عرفنا حاجه قبل ما تحكي انت. طيب خلاص، انا بقول لك اللي حصل. قبل ما تتكلم كان الشيك اتعمل، قبل ما تتكلم. المعاش مدرج على بنك الاهلي فرع اسكندريه 1380 جنيه، الشيكات جميعها موقعه وجاهزه لسه. ماشي، ده مش معناه. لا انا هتكلم في موضوع اهم منه. خلاص، موضوع الحاله. خلاص، انا ده يا اخوانا مش معناه انه ما عندناش مشكله في المعاشات. احنا عندنا مشكله في المعاشات. اقعد يا ابني، اقعد. احنا عندنا مشكله في المعاشات، لازم تبقوا فاهمين كويس طبيعه عمل اداره المعاشات. اداره المعاشات طبقا للقانون بتحسب المعاش على قيم الاشتغال الفعلي. احنا في لجنه القبول حسبنا الاشتغال الفعلي لغايه 13 فات 2013. اللي قبل كده المعاشات بتتعامل عليه ازاي؟ طبقا لما استقرت عليه احكام الاداريه العليا على التوكيلات اللي تتقدم عن كل سنه اشتغلت. فالمحامي او ورثه المحامي ملزمين ان يقدموا ادله الاشتغال عن كل سنه علشان تحتسب. لو ما تقدمتش مش هتحتسب. اللي بيحصل ايه؟ يا اما المحامي بيبقى في اغلب الاحوال مهمل، ما هوش حريص انه يجمع، فالاسره بتدور تاخد وقت على ما تجمع، انه يفاجئوا انه ما قدروش يجيبوا كل السنوات فجابوا بعض السنوات، انه بعض الناس بتقدم توكيلات مزوره. انا عندي حالات كثيره بهذا الامر، مش بس على مستوى اسكندريه، على مستوى الجمهوريه عندي توكيلات مزوره مقدمه في غيبه من اسره المحامي. ده معناه ان انا لازم اراجع، لانه اي سنه غير مستحقه هاخدها اسره ده، دي غير مستحقه، لا تاخد من حسابك، من رصيدك، من اموالك. انا هدي على الاشتغال الفعلي. تيجي محامي تقول لك اصل ده كان محامي والله من 30 سنه كان محامي، مش من 30 سنه، بس انا محتاج دليل في الورق عندي. ده انا بقول، انا في اللجنه قلت لهم اقبلوا دليل اشتغال اجنده المكتب، اقبلوا دليل اشتغال محاسبه ضريبيه. يعني افرض مفيش توكيل في سنه من السنين انت متحاسب عليها ضريبيا، هحاسبها لك. افرض مفيش توكيل ومفيش ضريبه ومعاك اجنده موجوده قديمه ماشيه بترتيب قبل للتاكد منها هعتمدها. اكتر من كده التوكيل طبعا يكفي، ما انا بقول لك بدائل التوكيل. يعني احنا بنعمل تسهيلات، لكن تسهيلات لا تصل الى حد التفريط، ما تصلش الى حد التفريط. ده اللي احنا حريصين على ان احنا نثبته وان احنا نقول.
بقي انه مش هينفع ننهي الكلام من غير كلام عن القضية الوطنية او القضية القومية. من ايام كده صدر قرار من ترامب، على فكرة الراجل ده سافل جدا، سافل على مستوى السياسي، مش بس باللسانه، لا هو مستوى السياسة المتدنية الوقحة اللي بتعتمد على القوة. راجل عنده قوة وبيضرب بالكرباج وبيضرب بالجزمة وبيضرب بكل الوسائل المهينة في كل العالم، في كل العالم بلطجي يعني. ده بيحكم على أوروبا أنها تدفع فلوس علشان تحميها. قرر أنه يعتمد سيادة إسرائيل على الجولان. هو الموضوع عملا هم محتلينها، لكن الصفاقة في انه مصر على انه يأذيك علشان وما تتكلمش، وده امر في غاية المهانة يعني على المستوى العربي والاسلامي بكل المستويات، بكل الامور الانساني. ازاي تاخد ارضي وتديها بقرار منك لارض لناس ثانية؟ الناس دي لا تعترف الا بالقوة. مش هنقدر نغلب الناس دي الا اذا كان عندنا قوة، مش هنقدر نواجههم الا بالقوه. بس ممكن القوه دي ما تبقاش متوفره الان، ممكن وارد، وهي مش متوفره الان. ما فيش دوله عربيه الان عندها سلاح نووي. احنا فاتنا السلاح النووي. وانا بقول دايما انه يعني اكبر خساره خسرتها الامه العربيه انها في الوقت اللي كان فيه قطبين في العالم بيتنازعوا نوويا ما قدرناش نحط سلاح نووي في منطقتنا العربيه، في مصر او في اي دوله عربيه. كانت تغيرت الخريطة تماما. ايه اللي عامل الفرق ده؟ ان اسرائيل عندها سلاح نووي واحنا ما عندناش. قولا واحدا، سيبك من الطيارة والدبابة والغواصة، انه عنده سلاح فتاك يخلص عليك وانت ما عندكش. لو انت عندك زيه بالضبط او نصه هيبقى زي الجزمة، هو نظامه هو ودولته اللي موجودة فاتتنا. لكن في قيمة تانية احنا لازم ندركها، مش عشان احنا ضعفة النهاردة ما عندناش قوة نضرب، نحن نسلم ونستكين لا مش هنسلم ومش هنستكين ومش هنقبل. ولازم نقول اخوانا انه دفاعنا عن ارضنا العربية ده دفاع عن انفسنا، لانه اللي هياخد فلسطين مش بياخد فلسطين، ده بياخد فلسطين عشان يدوس على مصر. واللي بيحتل سوريا او عايز يحتل سوريا مش بيحتل سوريا علشان ياخد سوريا، انما علشان يحتل مصر. واللي بيقسم في ليبيا مش عشان يقسم ليبيا، عشان يقسم مصر. واللي بيقسم في السودان مش عشان نحمي السودان، لا عشان نحمي مصر. اللي بيضرب في اليمن، اللي بيبهدل يهتك عرض الشعب اليمني في اليمن هيضرب الشعب المصري في يوم من الايام لو احنا سبناه. اذا احنا المستهدفين، احنا المستهدفين، بس مش عايزين حد يتوهنا عن اعدائنا الحقيقيين. احنا لينا اعداء. انا كنقابه، وانا بمسؤوليتي الكامله، اعدائي وموقف نقابتي واتحاد المحامين العرب تجاه إسرائيل وتجاه أمريكا، لا دول أصدقائنا ولا دول جيراننا، ولا هنقبل أن يبقى في دولة فلسطينية جنب الدولة الصهيونية. على فكرة هم بيقولوا إسرائيل لكل فلسطين، وإحنا بنقول فلسطين لكل فلسطين، من غير إسرائيل، من غير اسمه، من غير أي فصال. والكرامة الحقيقية والشجاعة الحقيقية ان احنا نقطع اي اتصال واي بضاعة واي تعامل واي علاقة يمكن ان تنشأ مع هذا كان ومع الذي يدعم هذا الامر. وسنظل نلعن يعني الادارة الامريكية والرئيس الامريكي والسياسة الامريكية الوقحة اللي بتتعمد اهانة الامة العربية. امريكا دي اخوانا واخدة من الامة العربية، واخدة من حكامنا العرب تريليون دولار. يعني ايه؟ عارفين حضراتكم الرقم ده يعمل ايه في العالم العربي؟ نصه يسدد كل الديون المستحقة علينا كلنا بما فيها مصر. يعني كل الديون القديمة اللي على مصر وعلى السودان وعلى الجزائر وعلى تونس تتسدد. النص الثاني يكفي لأحداث أكبر تنمية في المنطقة. رايحين تدوها لأمريكا وسايبين الأمة العربية تقف كده؟ شيء مفزع وفظيع وبشع ومهين لكانوا ولا كانت حكومتهم، لكن للأسف الشديد هو ده قدرنا. لكن احنا هنظل قابضين على الجمر، احنا مع
إرادتنا مع فلسطين العربية ضد أمريكا وضد إسرائيل وضد من يتعاون معهم وضد من يتحالف معهم وضد من يقبلهم وضد من يمد إليهم. عاشت نقابة المحامين للوطن وعشتم لنقابة المحامين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.